طبعا يوم الجمعة اللي فات كان عندنا مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ويوم الجمعة الجاية إن شاء الله عندنا مباراة في منتهى الأهمية في مطلع بقى ومستهل مشوارنا في كأس العالم للأندية. الأهلي عنده مجموعة كبيرة جدا من التحديات الحقيقة، وكالعادة مضغوط ضغطة ما يعلم بيها ولا بتفاصيلها إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأكيد للضغطة دي انعكاسات كبيرة وملحوظة على اللاعبين. تعالوا نتكلم عن النادي الأهلي في مشواره اللي فات ومشواره القادم بإذن الله. منورني ومشرفني النهاردة طبعا، واللي بنسعد دايما بوجوده في كل مرة بينورنا فيها كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، واللي دايما الحقيقة بيجي لنا منظم ودايما يوزع علينا من هواند الورق تداول يعني إيه كل الأشكال وتفاصيل الدقة موجودة دايما في كل ورق بيجيبه لنا معاه. منور الدنيا كابتن ياسر. الله يخليك كابتن كريم، ببقى سعيد ان انا موجود مع حضرتك. والله احنا بنسعد بوجودك دايما وبتنظيمك للامور ومدى دقتك، يعني لو استعرضنا للناس هيفهموا قصدي ايه. طبعا لما اكون موجود مع حضرتك طبعا حضرتك مقام كبير في الاعلام، وطبعا لازم الانسان يكون محضر كويس جدا عشان يقابل حضرتك ويقابل جمهور النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي، فبالتالي لازم الواحد يكون منظم كل حاجه على اساس ان احنا بنخاطب جمهور النادي الاهلي ومع قامه اعلاميه كبيره زي حضرتك طبعا. تعالى نبتدي بالماتش اللي فات. تمام. يعني لقاء الاهلي وشباب بلوزداد، وفكره ان انت برضو كالعاده زي ما شفنا في الفتره الاخيره على فكره محليا وقاريا عندنا قدره على الوصول لمرمى المنافس بدل المره عشرات المرات، لكن التفعيل ده بقى في عطل فيه. بص اقول لحضرتك حاجه، اولا احنا لما لعبنا الماتش اللي فات احنا لعبنا باتنين مركز سته في نص الملعب، ودي كانت غريبه ان احنا الماتش على ملعبنا. التوقع ان احنا كنا نلعب باتنين واحد سته واتنين مركز ثمانيه عشان يبقى الناحيه الهجوميه عندنا فيها فعاليه اكتر. انا من وجهه نظري المشكله القائمه في النادي الاهلي هي منحصره في ثلاث حاجات. اولا احنا عدد الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي الموسم اللي فات في الفتره من شهر 9 لشهر 12 كان 9 مباريات. الفتره ديت من شهر 9 لشهر 12 السنه دي 17 مباراه. شوف حضرتك كم مباراه فرق يعني؟ طبعا. في ثلاث نقط اللي موصله الفرقه بالشكل ده من وجهه نظري الشخصيه يعني. الثلاث نقط، النقطه الاولى الراحه السلبيه اللي خدتها الفرقه ثلاث اسابيع بين الموسم اللي فات والموسم دوت، يعني كانت فتره كبيره جدا جدا ان احنا ناخد ثلاث اسابيع كتيره جدا عشان تقدر ترجع للمعدلات البدنيه. يعني اضرت اكتر ما افادت. ليه بقى اضرت؟ ليه؟ ليه؟ لان احنا لما جينا عملنا المعسكر بتاع النمسا بعد ثلاث او اربع ايام من المعسكر بدات لعيبه المنتخب تغادر، بدأ لعيبه المنتخب اللي هم بتمشي. يعني القوام الاساسي للتيم بدا يمشي. يعني لما انت حضرتك انت تكون الهيد كوتش بتاع الفرقه ومعظم اللعيبه اللي انت بتلعب مجموعه منها راحت المنتخب الاول، مجموعه منها راحت المنتخب الاولمبي، عندك اصابات، فبالتالي بيبقى قوام الفرقه اقل بنسبه كبيره جدا. فاللي استفاد من الفرقه من من المعسكر مش التيم كامل، مجموعه بسيطه من الفرقه. فهو كان معتمد اعتماد كلي على اساس ان المعسكر دوت ان لما ادى ثلاث اسابيع اجازه عشان يدي راحه سلبيه ثلاث اسابيع كتيره جدا، لان انت بعد كده داخل على منافسه قويه جدا اللي هو السوبر الافريقي. فبالتالي احنا لما بدانا يعني ما بداناش بالستارت القوي اللي هو كان روتيشن، اللي هو كان ممكن يكون المدير الفني كان عامل حسابه على روتيشن ان هو يبدا يساعد في الفرقه ان هي ترجع بسرعه جدا وتخش المنافسات بشكل كبير جدا. ما قدرش يعملوا ليه؟ لان عدد الماتشات كتير جدا في الوقت الزمني ده. زي ما قلت حضرتك بدات بكلامي ان احنا لعبنا في التايم ده من شهر 9 لشهر 12 السنه اللي فاتت 9 مباريات. في الوقت دوت من شهر 9 لشهر 12 السنه لعبنا 17 مباراه. فوقت قليل جدا علشان امرن كتير. النقطه الثانيه بعدين مهما دورت بين اللعيبه لما يكون اللعيبه كلهم بيلعبوا مثلا كل 3 4 ايام ماتش سواء بطوله محليه ولا قاريه وسفر وبعدين استشفى، وبعدين لازم ندي اعمل استشفى للمجموعه اللي لعبت، فبالتالي التدريبات الوحدات التدريبيه قلت لان هو ما عندوش وقت. هو يا دوبك مثلا يخلص المباراه يركب الطياره يجي ثاني يوم، ثاني يوم يعمل استشفى تمرين خفيف، وبعدين يبدا يحضر يطلع المباراه اللي بعدها، اليوم اللي بعده يعمل استشفى، وبعدين يبدا يمرن تمرينه، وبعدين يبدا يخش تمرين خفيف قبل المباراه، لان التمرينه اللي قبل المباراه دي تعتبر تمرينه خفيفه جدا. هي تهيئه بس، انا ببدا افك، ولو انا جاي من سفر بفك عضلاتي وابدا اعمل تهيئه عشان المباراه ثاني يوم، ما يقدرش يدي فيها احمال بدنيه. فبالتالي الموضوع ده عامل له مشكله. لما نيجي نتكلم على الفينش بتاع الفرقه، يعني ليه احنا مع معدل التهديف بتاعنا السنه دي مش عالي؟ انت حضرتك دلوقتي عندك كهربا هو الفرود الاساسي بتاع التيم، كهربا اصلا ده مش مركزه.
يعني واجبات المركز ده فيها ان انا اقدر اعمل محطه عشان اطلع الناس من اللجنه بتشتغل عليا، اقدر اشتغل في الكوره العرضيه بدماغي كويس جدا، اقدر احضر للي جاي واشتغل معاه دبل باص وابدا اتحرك، انا ابدا الف واشتغل على الجون. فالحاجات دي كلها عاوزه مهاجم يكون مهاجم صريح، مركز 10 صريح ما فيهاش يعني. لكن كهرباء اصلا طرف، فلما تيجي انت توظفه في مكان هو اللي عمله ده بالنسبه له، طبعا بالنسبه لكهرباء ده شغل كويس جدا، لكن انا كتيم عندي مشكله في نهاية الهجمه.